لا لا بصي ما عادتش يا مش مش هقدر. منكم قوي يا ولاد اللذين. ايه ده حياتي حبيبتي. انتي فينك بقى؟ انا اصلا هنا all the time. ده اصلا مش بعيد يكتبوا المكان ده باسمي. ما انا اول ما لقيتك عامله تشيك ان مع البت دي قلت اطب عليك. وبعدين جايبه لكم خبر حلو قوي. ايه؟ انا اتخطبت امبارح. انا كنت بقيت عندك امبارح. اصل هي كانت عتضيق في الصاله وانتي في الاوضه بعيد ما رضيتش ازعجك. كونجراتيليشنز يا بيبي. وماله يا حبيبتي؟ فكره بقى كندي خطبتها الخميس الجاي. بجد والله يا بنت اللذينه ما تقوليليش. هو في من اسرار يا بنت؟ انا اصلا كان على طرف لساني اقولها. اه والله في صدقه يا حبيبتي. بس نورهم بقى سبقتني وقالت لك. عليكي بس يعني الف مبروك والله فرحت لك قوي. باين عليا ان انا فرحانه قوي يا روحي. والله هقوم اتقل الميك اب عشان تصدقيني. حياتي. بس اول ما ارجع تحكي لي كل حاجه بالتفصيل ممل. ايه الديتيلز يا روحي؟ ايه مش هتاخر يا حبيبتي عادي. هتقل الميك اب اكتر من اللي انت عملتيه ده. عامله نفسك فيها سيكريت كيبر وانت اصلا مش بتبقى بقك فوله. انا مش بتبقى بقي فوله. انت قلت لها دلوقتي ان انا اتخطبت يا بنتي. يعني هو سر ما انت كاتباه على الفيسبوك؟ فيه كاتباه على الفيسبوك ان فرنسي عشان ما حدش يعرف يا جهله. بعدين انت انا ازاي دلوقتي هعزمها على خطوبتي؟ انت ما انت شايفه شكلها عامل ازاي؟ لابسه لبس اصلا ملوش علاقه ببعض. بعدين انت بتضرب اكسجين. انت مش متخيله الموقف يعني يوكي قوي. اخرت عليكم ولا حاجه؟ اصل كنت بحط مش ايه رايكم؟ والله ما عارفه الدرجه دي. بقول لك ايه يا بنت، انت نسيتي عندي الدايت سكر بتاعك امبارح؟ امسكي وانت يا كلبه بقى احكي لي كل حاجه بالتفصيل الممل عن العريس ده. وقعتي ازاي وشقطتي منين وفين؟ اكسكيوز مي عشان معايا موبايل. اوكي ده خطيبك؟ اكسكيوز مي. انا مش عارفه مالها دي. هي اول ولا اخر واحده تتخطب؟ وبعدين اوفر قوي وبيئه جدا. يعني انا مش فاهماكي بجد. انت ازاي تعملي فيا حركه زي دي يا حبيبتي؟ والله كنت هقول لك ساعه الخطوبه بس حسيتك نايمانه على نفسك. ايه يا منيله انت؟ انا مش بتكلم على الخطوبه خالص، انا بتكلم على دايت سويت. ازاي تديولي قدامها؟ بتهرجي. هي ما تعرفش ان انت بتعملي دايت؟ لا طبعا ما تعرفش. انت عارفه دي لو عرفت هتقولي بتروحي امتى وفين ومع مين وازاي. مش بعيد تيجي معايا كمان بكره بس عشان خلصت وجايه. نلموا على ايه بنويت؟ نلموا عليكي طبعا يا حبيبتي. كنت بقول ان انتي عسوله واموره وشيكه. وبعدين كنت بحاول اقنع البت دي ان احنا نجوزها. انا؟ لا 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 خالص. يا ريت. الحمد لله على قد كده. لا هي بس هي بس تبقى عايزه وانا اجيب لها حد كده. بصي من على وش القفص. شفتي من على وش القفص زي دلوقتي؟ عسل. كسفتي ولا ايه؟ لا مفيش، انا حاسه بس ان ضغط شويه. طب قله الاكل. طب تشربي حاجه؟ طيب تاكلي حاجه؟ لا لا انا هقوم اغسل وشي. اوكي هيبقي فظيعه. الله حلو قوي الشنطه دي. السو جايباها منين؟ من نفس المكان طبعا يا روحي. كوكي سنتر؟ اه طبعا من الواد سيد بتاع الوكاله ده. الشياكه والاناقه والوكاله. بس فضيح بس اسمه كوكي سنتر. انا جايبه نفس الشنطه دي برضو من عند كوكي سنتر. تحفه يا بنت اللذينه. رجلينا خدت على هناك من غير سوسو. ها اوعي تقولي المكان ده للنوران. اوكي لا طبعا سرك في بيره ولا على الوكاله الا كوكي سنتر. كوكي سنتر يعني. بس بجد البت دي طيبه قوي وغلبانه وانا نفسي اجوزها. دي جميله قوي قوي. بس هي شالت كل صحابنا الاولاد من على الفيسبوك. بعدين دي من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. وبعدين طيب يعني هتعرف حد ازاي ومنين؟ طب ما نجيب لها احنا عريس وندور لها كده ونجوزها كده. يا ريت يا مساء الخير. لا انا مش عايزه اشرب حاجه. تشربي او تاكلي حاجه؟ لا انا هاكل. هاتلي بقى. لا لا انا امجد جوز نوران. جوز نوران؟ ايوه كلموني هنا في الكافيه قالوا لي ان هي تعبت شويه عشان هي زي ما انتوا عارفين الحمل في اوله بيبقى يعني حمل. اه ما هو التاني بيبي دايما بيبقى الموضوع بالصراحه. تاني بيبي؟ انا شكلي عكيت الدنيا. انا اسف. ارجوكم اعتبروا الموضوع ده سر عشان ما فيش حد يعرف اي حاجه لو سمحت. سرك كبير. شكرا شكرا. لا خالص. اوكي هاشتاج نوران. هاشتاج حامل. امجد. تاني. هاشتاج مقصوده. ايوه.